فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إخوتي الكرام، قال المصنف: فصل. ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان في ظاهر المذهب، وهذا القول هو قول الشافعية أيضا، وقول هذا القول قول الحنفية أصلا في هذا الباب، لأن الحنفية هي أشد المذاهب في هذه المسألة. الجمهور يرون بجواز أخذ الأجرة، والحنفية يرون أن أجل الأجرة لا يجوز، وأنا مع الحنفية صراحة في هذا الباب، لكن المتأخرين من الحنفية أيضا قالوا بجواز أخذ الأجرة من باب الضرورة، يعني قالوا ذلك من باب الضرورة. قال في ظاهر المذهب، وهذا كرهه القاسم بن عبد الرحمن والأوزاعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا حديث ظاهر جدا في كراهية الأخذ الأجرة على الأذان، وهل هي على الحرمة ليست على الحرمة، هذا نبينه إن شاء الله، يعني هذا سيأتي في بابه. قال: ولأنه قرب وطاع، هو قرب وطاع لفاعله، لا يصح من مسلم فلم يستأجره عليه فلم يستأجره عليه كالإمام. وحكى عن أحمد رواية أخرى أنه يجوز أخذ الأجر عليه، ورخص فيه مالك وبعض الشافعية، لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه، فجاز أخذ الأجرة عليه. طبعا هو هنا رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، فالمتفق عليه في مسألة الارتزاق يجوز للمؤذن أن يأخذ رزقا من بيت مال المسلمين، فقالوا الأجرة تقارب الرزق هنا، لأنه عالم عمل معلوم فيأخذ عليه الأجرة، كما أنه إذا جاز أن يأخذ الرزق فيأخذ الأجرة. وهذا طبعا بعيد، لأن هذا من الإلحاق، الحق مع الفارق، هذه أجرة في اشتراط، وأنه يجعل عملا فوق مقابلا لهذا المال. أما الارتزاق هو ارتزاق على الكفاية أو يؤخذ له، ولا يشترط ولا 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 يراجع في هذه المسألة، فارق بعيد بينهما. فالإلحاق هنا إلحاق ممنوع. ولا نعم طبعا الارتزاق ليس فيها كل شروط الإيجار. قال: ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه، قول الأوزاعي، هذا قول الأوزاعي والشافعي، لأن المسلمين حاجة إليه، وقد لا يوجد متطوع به، وإذا لم يدفع الرزق فيه يعطل ويرزقه الإمام من الفي، لأنه المعدل المصالح، فهو كأرزاق القضاء والغزاة، وإن وجد متطوع به لم يرزق غيره لعدم الحاجة إليه. الحق أن نقول هذه المسألة مسألة تفصيلية، المسألة فيها ثلاث أقوال بإجاز دون التفصيل. القول الأول المنع مطلقا، وهذا قول الأحناف وبعض الشافعية، وأيضا رواية ظاهر رواية عن أحمد رضي الله عنهم أجمعين. والقول الثاني الجواز مطلقا، وهذا أيضا قول جمهور أهل العلم ومتأخر الحنفية قالوا بذلك. والقول الثالث قول فيه تفصيل، يقول: إن كان غنيا فلا يأخذ، وإن كان فقيرا فله الارتزاق، والارتزاق يكون على الكفاية. طب إذا عطل بيت مال المسلمين له أن يشترط الكفاية لنفسه فقط، وتكون النية أن هذا حبس الوقت وليس مقابلا لما يفعله، لأنه وحد بالمتأخرين من الحنفية أن يقولوا بذلك، لأنه إن لم يقولوا بهذا تعطل هذا العلم ولا انتشر. أما قول الأولين الذين قالوا بالمنع، قالوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وأيضا بسند صحيح عن ابن عمر لما بعث له الرجل قال: إني أحبك في الله، قال: وأنا أبغضك في الله. قال علام ابن عمر، قال: تلحن في أذانك وتأخذ على الأذان أجرا. ولأن النبي قال لقتادة أو لغيره، قال: قوس أخذته قوسا من نار، أخذت منه قوسا من نار، ونهى أبي بن كعب أن يأخذ الأجر على ذلك. والذين قالوا بجواز مطلقا قالوا بأن حديث أبي محذورة يعني متأخر، والصحيح أن حديث القوس متأخر عن حديث أبي محذورة بعد فتح. حديث القوس متأخر، حديث من أبي قتادة، حديث عبادة الله عنه. لا الكلام ليس على عبادة، على غيره، حديث عثمان بن أبي العاص أعتقد. نعم، حديث عثمان بن أبي العاص، يعني كان عثمان بن أبي العاص الثاني، حديث متأخر حديث المحظور.
وفي قول اتخذ على أدانه أجرا هذا هذا أنت تذهب أليمة زوجتي مريضة بالله لا بأس هو شفاء الله عافاه طب ما تأمرنا بأي شيء ارقيها طيب رضي الله عنك سمحنا أي تقصير شيء هذا هذا الأول لكن حديث عثمان بعد حديث المحظور فهنا النهي عن أخذ الأجرة متأخر يأخذونها فهو يعني منسوخ عامة الأدلة على الحرمة كثيرة لكن هم يحتجون بهذا الحديث ويحتجون أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بمحذورة صرة فيها من فضة وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذت عليه أجر هو أجرا هو كتاب الله جل في علاه وقال اضربوا لي معكم بسهم وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل فالعملي لمن أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق وهذه قراءة قرآنه الآن في هذا الباب فتدخل في هذه المسألة وصحيح أن نقول بأنه لا يجوز أخذ الأجراء على قراءة على الأذان لأن الأذان عبادة والأصل في كل عبادة لا يجوز الإنسان أن يأكل بدعوته ولا يأكل بعبادته الأصل أنه لا يأخذ على 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 أذانه الأجر لأنه عبادة فإن كان عبادة فأطلب الأجر من الله جل وعلا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام يأتون القرآن قال يتعجلونه ولا يتأجلونه وقال النبي صلى الله عليه وسلم غير الجاف فيه ولا الغالي فيه قال ولا تأكلوا به وهذا ظاهر قال ولا تأكلوا به نعم فيكون التأصيل العام أنه لا يجوز لكن حدا المتأخرين من الأحناف رأوا أنه سيتعطل الباب وأن تعليم القرآن من الذين يتعلمون القرآن أنهم لا يأخذون أنهم لا يعلمون أحدا أنه كلما قيل له إنه عندك حلقة لتعليم الناس يقول عندي تجارة من أجل طعام أولادي أبو بكر لما ثانيهم في الخلافة خرج فرأه عمر فقال إلى أين يا خليفة رسول الله قال إلى السوق قال وعلى ما تعمل بالسوق قال أتاجر طعام أولادي قال لا أتاك ما هو أتاك ما يشغلك عن ذلك أتاك ما هو أهم وأجل فوجعل له من بيت من المسلمين الأجرة الكافية وهنا الفيء الذي يرجع كما قال الشافعي في هذا الباب خمس النبي صلى الله عليه وسلم ينفق في مصالح المسلمين كما كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين وأعظم ما يوضع فيه نصرة الإسلام إما بالسنان وإما باللسان واللسان أقوى من السنان فيكون له الكفاية نعم فيكون له الكفاية من ذلك ويأخذ الزكاة لكن يكون له باب الارتزاق من بيت مال المسلمين ويكون هذا هو الأصح والأسد في هذا الباب عملا بالدليلين يكون هذا القول هو عملا بالدليلين يقول باب الارتزاق وترجيح ابن تيمية مقيم في هذا الباب وهذا نظر أدق وأفضل هذا نظر أدق وأفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته منال كيف أنت لما تغيبت كل هذا الغياب غفر الله لنا ولك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله عليك قال فصل وينبغي إذن أخذ الأجرة لا تجوز إلا بالتفصيل الذي فصلنا قال فصل وينبغي أن يتولى الإقامة من تولى الأذان ينبغي هنا معناه أنه لا يجب معناه أنه يتأكد استحبابا أن يقيم من أذن لأن هذا التأصيل العام وهذا الذي كان على دأب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له ابن صداء أعتقد أو الصداء قال قد أذن يعني هو الذي يقيم إن شاء الله أستاذ أحمد حاضر تحت أمرك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وبهذا قال الإمام الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك لا فرق بينه وبين غيره والصحيح أنه صح أنه يقيم من أذن المالكي قالوا روى أبو داود في حديث عبد الله بن زيد أنه رأى الأذان وقص على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان ثم قال له ما أرى الرؤيا التي رأيتموها إلا رؤيا حق ثم قال علمه بلال فإنه أندى منك صوتا الكلام ده اجتهاد منه عندنا النص وعنده الاجتهاد والاجتهاد لا يقدم على النص كان النبي قال ألقي على بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده قال أقم أنت ولأنه يحصل المقصود منه فأشبه ما لو
تولهما معنه الآن منازع، يقول أنا رأيت فأنا أذن، قال أقم أنت، فأذن بلال فجعل ابن زيد هو الذي يقيم. الله 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 ينفعك إن شاء الله ويسر لك الأمور. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زياد بن حارث الصدائي، وهذا هو الحديث النصي في المسألة، أن أخ صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. النبي قال لهم أن أخ صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. أنت يعني نسأل الله أن يعلمنا ويعلم الناس جميعا. فهذا نص في المسألة، قال إن أخ صداء أذن ومن أذن يقيم. لأنهما فعلان من الذكر يعني من الذكر لله، يتقدمان الصلاة فيسن أن يتولهما واحد كالخطبتين، وما ذكروه يدل على الجواز وهذا على الاستحباب. يبقى إذن نقول نعم الجواز أن يقيم غيره جائز، إن سألتمونا أيقيم غير من أذن نعم يجوز، لكن الأصل الاستحباب على أن من أذن هو يقيم. فإن سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيمه، فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع محظورة، كما روى عبد العزيز بن رفيع قال رأيت رجلا أذن قبل أبي محظورة، قال فجاء محظورة فأذن ثم أقام. خرج الأسلم وأشك في تصحيح هذا الحديث. فإن قام من غير إعادة فلا بأس، وبذلك قال مالك والشافعي أبو ثور وأصحاب الرأي، بل جمهور أهل العلم يرون بأنه من صلى غير من خطأ يصح ذلك، وإن كانوا يقولون من خطب هو الذي يصلي. الله يديم هذيك أخي، أن من خطب هو الذي يصلي، لكن حتى في هذا الباب أن من صلى رضي الله عنك أمان، افتقدناكم كثيرا جدا جدا جدا، أين أنتم ولم غبتم هذا الغياب؟ نعم كان خوفي عونكم، خلي معك أي حد يتصل تلك. فيجوز لغير المؤذن أن يقيم، هذا لا خلاف فيه. الكلام على الأكمل، في الأكمل أن من أذن هو الذي يقيم، وأن من خطب هو الذي يصلي، ولهذا لفعل النبي ولقول النبي من أذن فهو يقيم، وهذا تنصيص في المسألة على جواز أن يقيم غير من أذن. فصل فصل ويستحب أن يقيم في موضع آذانه. قال أحمد أحب إلي أن يقيم في مكانه ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال لا تسبقني بأمين، لا تسبقني بأمين، يعني هنا معناها أنه يأتي يكون متأخرا في مكان ما، وعندما يكون بعدما أقام في مكان متأخرا النبي سوف يصلي، يكون هو ما رجع إلى مكانه، ومن ترك مكانا فهو أحق به، فعندما يرجع يكون النبي قد سبقه بالتكبير وأيضا بالقراءة، لذلك قال له لا تسبقني بأمين. ليش يقول له لا تسبقني بأمين؟ بيروح بعيد فيقيم، فالنبي التفت وسوف يصلي، يكون لسه ما رجع إلى مكانه في الصف. من الذي يقول لا تسبقني بأمين؟ أبو هريرة يقول للنبي لا تسبقني بأمين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لما تأخرتم؟ امين رضي الله عنه. هو لابد ان نقول ما هو انت جبتها من كل وجه قلبتها، ما يبقى الا هذا الوجه انه يوافق تامين الامام، فيوافق تامين، اذا وافق تامين الامام والملائكه وفر الله ما تقدم ذنبك. يعني لو كان يقف في موضع صلاته لما خاف ان يسبقه التامين، لان النبي كانما كان يكبر بعد فراغه من الاقامه، يسوي ويصلي والثاني ما رجع. نعم رضي الله عنك يا سنري، احسن الله لك. ولأن الإقامة شرعت للإعلام فشرعت في موضعه ليكون أبلغ في الإعلام. وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر قال كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة، كنا إذا سمعنا، وهذا تأخير وهذا عجيب من الصحابة، كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة، إلا أن يؤذن في المنارة أو مكان بعيد نازل فيقيم في غير موضعه لألا يفوته بعد بعض الصلاة.
عامة هو يقول يستحب أنه يؤذن في المكان ويقيم في نفس المكان الذي فيه، معناه أنه يؤذن في مكانه، أي مكان؟ في مكانه، في مكانه في الصف، أن يؤذن في مكانه في الصف ويقيم في نفس المكان حتى لا يسبقه بأمين ولا يسبقه بالقراءة بل ولا يسبقه بالتكبير، يكبر فيكبر بعده طواعية. قال فصل، قال فصل ولا يقيم حتى يأذن له الإمام، فصل ولا يقيم حتى يأذن له الإمام، فإن بلالا كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي قال فجعلت أقول للنبي أقيمه أقيمه، وروى أبو حفص بإسنادي عن علي قال المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. طيب عذركم معكم، أحسن الله عليكم، جعلكم الله من أكرم الناس وأحسن الناس استقبالا لضيوفهم. قال ولا يقيم، ولا يقيم حتى يأذن الإمام. الحق أن الإمام أحق بالإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأذان حق أو الإقامة حق للإمام والأذان حق للمؤذن لأنه الذي سيصلي، فلا صح أن يجبره على التوقيت لا سيما إذا كان له أشغال تشغله وله أعمال يعملها. فالإقامة للإمام، لكن أيضا الإقامة وإن كانت للإمام لابد للإمام من مراعاة المصلين كما كان يفعل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وبلال كان من الأذى بمكان، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عوف يريد، أو أبناء عبد الرحمن بن عوف أو بني عوف، بني عوف من أخواله، ذهب إليه، كان هناك من خصومة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها وأن يصلح ذات البين، وأن يصلح ذات البين، فإنه أخر الصلاة وما أقام حتى استأذن عمر ثم استأذن أبو بكر. ذهب استأذن عمر قال تستأذني وفيكم أبو بكر. فبلال أيضا لما ذهب شوف هنا، لأن أبو بكر رجل أسيف هم يخافون من ذلك، فقام أبو بكر رضي الله عنه فذهب إلى أبي بكر فقال له أقيم الصلاة يا أبو بكر، أقيم الصلاة؟ قال أقيم الصلاة. فهذه دلالة على الاستئذان، وهذا أصل أصيل في هذا الباب، شفاء الأعفاء، نسأل الله جل وعلا أن يتم عليه الشفاء، ونسأل الله في عليائه أن يقر أعينكم بشفائه وتعجيل شفائه، ونسأل الله أن يوفق الطلبة جميعا أن يدعوا لأنس حفظه ربي وأحسن الله إليه، ونسأل الله أن يقر أعينكم بتمام شفائه وتعجيل شفائه إن شاء الله. قلنا ولا يقيم حتى يأذن له الإمام، وكان بلال قد استأذن عمر ثم استأذن أبو بكر، فهذا أدب مع الإمام لأنه أملك بإقامة الصلاة، أملك بإقامة الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة، ومن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد، من صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد. يكره ترك الأذان للصلوات الخمس، يعني قال ومن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا ذلك ولا يعيد. طبعا هذه المسألة فيها خلاف في الشافعية في وجه عندهم أن الإقامة واجب، وأنه لو صلى غير إقامة صلاته تبطل لا تصح. قال المصنف يكره ترك الأذان للصلوات الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلواته بأذان وإقامة والأئمة بعده وأمر به. قال مالك بن الحارث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل نودعه، فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. وقال وهذا الكلام الخلقي أن الأذان سنة مؤكدة وليس بواجب، وهناك رأي عندهم أنها واجب، أن الأذان واجب، ولأنه جعل تركه مكروها، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي لأنه دعا إلى الصلاة فأشبه قوله الصلاة جامعة. قال أبو بكر عبد العزيز هو من فروض الكفايات، وهذا قول أكثر أصحابنا وقول بعض أصحاب مالك، وصحيح أنه فرض كفاية. قال عطاء، وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي هو فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مالكا وصاحبه.
عليكم السلام ورحمة الله. وداوم عليه وهو وخلفائه وأصحابه، والأمر يقتضي الوجوب، ومداومته على فعله دليل على وجوبه، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فكان فرضا كالجهاد. فعلى قول أصحابنا إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين، وهذا التأصيل العام للقول بمسألة الفرض الكفاية. نسأل الله للفعلاء أن يعجل بالشفاء وأن يحسن إليه، أن قرأ عيونكم به وبتعجيل شفائه. فلأن بلالا كان يؤذن النبي فيكتفي به، وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيح على القولين، طبعا على قول أنه فرض كفاية، أو القول بأنه سنة من باب أولى أنه تصح الصلاة بذلك. قلت هناك وجه أيضا عند الشفاعة، وليس هو المعتمد، بأنه لو صلى من غير إقامة فصلاة باطلة، على أساس أن الإقامة واجبة رضي الله عنكم. إذا قام به من تحصل بالكفاية سقط عن الباقين، لأن بلالا كان يؤذن النبي فيكتفي به، وإن صلى مصلي بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين، لما روي عن علقمة والأسود أنهما قال دخلنا على عبد الله فصلى بنا أذان، صلى بنا بلا أذان ولا إقامة، فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أشد الناس تحريا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بها. قال ولا أعلم أحدا قال في ذلك إلا عطاء، وقال من نسي الإقامة يعيد، والأوزاعي قال مرة يعيد ما دام في الوقت، نعم، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه. وهذا شذوذ، تعرفوا عده شذوذ. والحق أنه هناك وجه كما قلنا أيضا عند الشافعية بذلك على أنها واجب. والصحيح قول الجمهور لما ذكرنا أن الإقامة أحد الأذنين فلم تفسد الصلاة بتركها، لا سيما أنهم اختلفوا في الأذان هو سنة أم هو واجب. الصحيح في هذا الباب ما رأيت مش فاهم قولك ولا قول من؟ قول حضرتك ما أدري، ما مكتوب شيء. رضي الله عنك عائشة، أحسن الله لك وأرفع الله مقامك. هات هي هذه العز دي أضعارك ماشي، أحسن الله لك. الله محمد. إذن الحق أنه إذا صلى بلا أذان ولا إقامة صحت صلاته، وخالف السنة، أو خالف فرض الكفاية الذي يسقط بإقامة البعض، فتكون هنا أهمية الأذان والإقامة كما قلنا. لو كان وحده وصلى بلا أذان ولا إقامة، الحق أن نقول كما قال علماؤنا بأن الصلاة صحيحة ولا وقد فوت الكمال على نفسه، ولا صح أن يقال بأنه يعيد أنه ما أقام، بل نقول الذي في البيت وسمع الأذان من المسجد يكفيه أذان المسجد، وما عليه لا الإقامة. يعني ما يؤمر هو أن يؤذن ويقيم، لكنه أقول عليه الإقامة ويكتفي بأذان المسجد. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.